وده آخر جرامر للصف الثالث إن شاء الله، وهي علامات الترقيم هي capital letters اللي هي punctuation أو punctuate. ونشوف بقى حروف الكابيتال letters. تستخدم الحروف الكبيرة في بداية الجملة الخبرية والأمر والاستفهام. يبقى أول ما أشوف الجملة كده بتاعت البنكتويشن بعمل أول حرف فيه، أول كلمة في السطر بعملها كابيتال، بنعملها إيه؟ كابيتال. دي أول حاجة، زي مثلا that's a green tree، فهنا عندي أول حرف كابيتال. open your، عندي هنا برضو open أول حرف الأو كابيتال. how old are you، برضو هنا حرف ال H أول حرف في السؤال بعمله كابيتال. تستخدم الحروف الكبيرة أيضا مع أسماء البلاد والمدن والأنهار والشوارع والأماكن المشهورة، كل ده أول ما ألاقي واحدة منهم في الجملة بتاعتي بعمل أول حرف منها كابيتال، زي مثلا اسم بلد زي إيجيبت مصر، اسم مدينة كايرو القاهرة، مكان مشهور أو أنهار ذا ريفر نايل، أماكن مشهورة رمسيس ستريت شارع رمسيس، مثلا أماكن مشهورة تانية اللي هي كايرو تاور برج القاهرة. طيب بعمل إيه كمان أول حرف كابيتال؟ أسماء الأشخاص، أيام الأسبوع وشهور السنة، أول ما أشوفها في الجملة بتاعتي بعملها كابيتال. الضمير أي في أي مكان في الجملة يكتب كبير، لازم الضمير أي مادام موجود في الجملة بتاعتنا بتاعت البنكتويت لازم أعمله كابيتال، زي مثلا I play tennis، هنا أنا ألعب تنس. Dina and I like fish، هنا جه في الأول هنا جه في النص، أي مكان في الجملة في I لازم أعملها كابيتال. عندي كمان اللغات، اللغات مثلا لغة عربي فرنساوي أسباني إنجليزي، برضو بعمل أول حرف فيهم كابيتال. يبقى هنا كده إيه الحاجات اللي بنعملها كابيتال؟ أول حرف في الجملة بتاعتي بعمله كابيتال، أسماء البلاد والمدن والأنهار والشوارع والأماكن المشهورة، أسماء الأشخاص، أيام الأسبوع وشهور السنة، الضمير آي، وكمان اللغات. طيب هنا بيقولي نستخدم الفصلى العليا في الاختصارات، مثلا اللي هي الفصلى العليا اللي هي اسمها أبوستروف، اسمها إيه؟ أبوستروف. هلاقيها في الاختصارات زي كلمة I am، he's، she's، your، let's، not، موجودة في الكلمات دي كلها، فما بلاقيها بحط الايه الابوستروف. هنا مثلا بيقول I am a teacher، يعني انا مدرس، عندي ال I am ناقصة فبعملها. She's my sister، هي بتكون اختي، الابوستروف مش بتبقى موجودة انا بحطها. No I don't like tea، don't برضو هنا ما بين ال N وال T في ابوستروف. لو انا عندي جملة عادية يعني مثلا مونا is my sister، مونا بتكون اختي، دي جملة عادية، جملة خبرية أو جملة أمر، بحط في الآخر فول ستوب، بنحط في الآخر فول ستوب اللي هي نقطة. طيب الكوما إمتى بحطها؟ الكوما بحطها قبل yes و no، بستخدمها قبل بعد yes و no، بعد yes و no، وقبل كلمة please لما بتيجي في آخر الجملة بستخدم برضو قبل كلمة please بحط برضو كوما. يعني هي مثلا yes they are، هنا برضو بعد ال yes بنحط الكوما. no it isn't، بعد النو بحط. تستخدم الفصلة اللي هي الواو الصغيرة اللي بنحطها من تحت دي بعد المخاطب، إذا أتى في بداية الجملة أو قبله، إذا أتى في نهاية الجملة. يعني مثلا علي، أنا بنادي على علي الأول فبقف شوية كده، هنا بحط كومة، بعدها بقول come here، تعالى هنا، فإيه بقول له علي come here، تعالى هنا. أو hold are you Dina، يا إما بعد الاسم لو جه في الاول او قبل الاسم لو الاسم جه في الاخر. تستخدم الفصلة عند عطف مجموعة من الاشياء، يعني مثلا I like oranges bananas and apples، لما اقول مجموعة اشياء ورا بعض مش زينا بنقول مثلا برتقال وموز وتفاح، ما بنستخدمش حرف الواو مع كله، لا هما بيقولوا برتقال بعد كده كومة بعد كده يقولوا موز مع اخر حاجة بقى هيقولها بيروح حاطط كلمة and، فأنا بيقول I like oranges bananas and apples، بنحط كومة ما بين الحاجات لما هنقول كذا حاجة مع بعض. طيب tigers lions and zebras are animals، النمور والأسود والحمار الوحشي بيكونوا حيوانات، برضو هنا ذكرت ثلاث حاجات فقبل الأخيرة بس اللي بحط and.
طيب آخر حاجة بقى، توضع علامة الاستفهام في نهاية السؤال، What's your name؟ ما اسمك؟ فده سؤال بحط علامة استفهام. How old are you؟ How old are you؟ يعني كم عمرك؟ برضو هنا بيسأل فبحط علامة استفهام. وبكده يبقى خلصنا جرامر الصف الثالث للترم الثاني. سهل جدا وبسيط ومش كتير وخلص بسرعة، ويا رب يا رب أكون فدتكم بالجرامر بالشرح يعني البسيط ده، وأشوفكم إن شاء الله مع مادة تانية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.